اجتمعنا في 2 تشرين 2 في هذا الصرح في هذا المقر، وكان لنا وكان الرئيس بري والرئيس ميقاتي وكنت معهم بصفة صديق وحليف. كان لنا الموقف الواضح وقف إطلاق النار، انتخاب رئيس وفاقي، قلنا وفاقي حتى لو لم يقف وقف إطلاق النار، لكن الهدف الأساس وقف إطلاق النار، انتخاب رئيس وفاقي، ثم محاولة يعني والدعوة والشكر للوحدة الوطنية العامة التي جرت وتبقى، ولازلنا على هذا الموقف. ومهما صدرت من مواقف متباينة أو غير مؤيدة، لا بأس، نحن نقبل بالحوار، نقبل بالحوار. ووقف إطلاق النار طبعا على قاعدة 1701، القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني. في هذا الصدد، وبما أن هناك مؤتمر في باريس لمساعدة لبنان إنسانيا وسياسيا، نتمنى عن الدول أيضا الكبرى بالتحديد فرنسا المساعدة العملية والفعالة، فرنسا والولايات المتحدة، للجيش اللبناني كي يستطيع أن يقوم بالمهمة الموكلة إليه بشكل معزز ومكرم. هذه هي ملاحظاتي بعد هذا الاجتماع، والباقي الاتكال على الله وعلى القدر. علينا أن ننتظر اعتداءات إسرائيلية في كل مكان، ولا أعتقد أن هناك يعني في بيروت مناطق قد تكون آمنة أو في قسم من بيروت. وحده وقف إطلاق النار بمساعدة الدول الكبرى يوصلنا إلى الابتداء في وانتخاب رئيس، إلى الابتداء في الحكي في التكلم بعيداً عن الدم والخراب والدمار. طيب، وزير الحرب الإسرائيلي كان يقول بأنه يريد التفاوض تحت النار، بالتالي هل هناك ضمانات دولية يمكن أن يعني توجد نوع من القنوات التفاوض المناسب بشكل بعيد عن هذا الضغط؟ لا أرى، يعني هذا المنطق غلط. كيف نتفاوض ومن سيتفاوض؟ الدولة اللبنانية تتفاوض والاعتداء على كل الشعب اللبناني، هذا أمر اختراع جديد في السياسة الدولية.